نتكلم عن السيستميك سكلروزس. نبدأ كده أول حاجة بديفينيشن. هو عبارة عن connective tissue disorder characterized by inflammation with subsequent fibrosis و according to site of fibrosis ده هيدينا manifestation. طيب ال incidence هو بيكون أكتر في الفيميل بنسبة 4:1 و ال age بيكون في الـ 4th أو 5th decade يعني كبير شوية. طب أنا ليه بقول كده؟ علشان لما نيجي نتكلم بعد كده في البروجنوزس هنلاقي إن لو كان male patient و young فده bad prognosis. تمام. طيب ال etiology في زي كل الـ autoimmune diseases اللي اتكلمنا عنها هو ملوش سبب محدد. هو عبارة عن genetic factors زي الـ environmental factors الاتنين على بعض عملوا لي abnormal immune response. الجينيتك ديت زي ايه؟ HLA-B8 و HLA-DR 5 و 3 و 52. طيب environmental factors infection بقى و industry صناعة اللي هي الفحم والذهب وكده. الاسيليتس اللي بياخدوا L5 هيدروكسي تريبتوفان السيليكون امبلانتس والابيتايت سبريسور زي فينايل ايسالامين والدراجز دراجز زي البنسلامين والكوكين والفيتامين كي والكاربيدوفا والكيموثيرابي اللي هو بليومايسين. تمام. طيب الاثنين دول مع بعض هيعملوا لي ابنورمال اميون ريسبونس. ازاي هيحصل اكتيفيشن للاميون سيلز؟ دي هتطلع لي سايتوكاين. تمام. سايتوكاين دي زي ايه؟ زي الانترلوكين 4 و6 وترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا وبليتلين جروس فاكتور وكونكتيف تيشو جروس فاكتور والتيومر نكروزس فاكتور الفا. ده هيزود الكولاجين والبروتيوجلايكان والفايبرونكتين. تمام. كمان هيحصل ابوبتوزس وفري راديكال برودكشن والفري راديكال دي بتزود لي الانسيدنس اوف الاوتوميون ديزيز والكانسر. فعشان كده انا محتاجه في التريتمنت ان انا ادي انتي اوكسيدنت. تمام. طيب بيحصل اكسبريشن للاديجن مولكيولز ودي بتزود الانفلاميشن وبيحصل اللي هو الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتورز. ده ايه اللي بيحصل فيه؟ ان هو بيزود السيكنس اوف الوول. تمام. فبيقلل اليومن فيحصل اسكيميا واسكيميك نكروزس. طيب يعني ملخص الحكايه في السيستميك سكلروزس ان انا دلوقتي عندي التريجر اللي هو الانفيرمنتال فاكتورز زائد الجينيتك بريديسبوزيشن. التريجر دوت في النهايه هيشتغل على الفايبروبلاست يخليها تعمل فايبروزس وهيشتغل على البلاد فيسلز هيضيقها فيحصل اسكيميا. تمام. طيب السكليروديرما دي نوعين، يا اما تكون لوكالايزد او تكون سيستميك سكليروزس. تمام. اللوكالايزد دي يا اما تكون مورفيا او اللينير تايب. المورفيا دي عباره عن الريجولر باتشي بتكون واكسي لونها بيكون اصفر او بني بتكون يا اما ليميتد او ديفيوز. ليميتد يعني 1 اور 2 اناتوميكال سايت وديفيوز اكتر من 2. والديفيوز تايب ده بيكون ات ريسك اكتر ان هو يجي له او يترانسفورم يعني سيستميك سكليروزس. فعشان كده دكاتره الجلديه لما بيلاقوه بيكتبوا للبيشنت دوت اميونو سبريسيف دراجز. طب اللينير تايب ده بيكون موجود اكتر في الشيلدرن وبيكون في عندي لينير فايبروزس بيدينا هيمي اتروفي سواء كان في البادي او في الفيس. السيستميك سكليروزس بقى دي بتكون ليميتد او ديفيوز او سيستميك سكليروزس سان سكليروديرما. دي هنشوف حكايتها بعدين. الليميتد ده من اسمها ليميتد، ليميتد للسكن. تمام. يعني ما فيش عندي اورجن افكشن وحتى السكن بيكون ليميتد للبريفري بيكون ديستال للقلب والني. تمام. ده الليميتد ده ممكن يجي فيه البلمونري هايبرتنشن بس من غير اي حاجه فبنسميه ايزوليتد بلمونري هايبرتنشن. وباي ذا واي البلمونري هايبرتنشن ده الفيرست كوز اوف ديث في السيستميك سكليروسس. ماشي. الاوتو انتي بودي في الليمتد تايب اسمه انتي سنترومير انتي بودي. الديفيوز سكليروديرما ده عكسه خالص بيكون بقى ديفيوز في بيعمل اورجان افكشن كتير. السكين مانيفيستاشن بتكون بروكسيمال للني والالبو وفي عندي ترانكال انفولفمنت بيكون رابيد بروجريسيف. في عندي حاجة اسمها تندون راب. التندون راب دوت بيكون bad prognosis بيindicate the activity وبيindicate organ involvement. تمام. الاوتو انتي بودي بيكون اللي هو الانتي سكليروديرما 70. ماشي. في حاجة اسمها رينوس فينومينا دي هنتكلم عنها كمان سيكا. الرينوس فينومينا ديت بتبريسيد السكين مانيفستيشن في الديفيوز تايب بنسبة 75% بتبريسيد بسنة او سنتين. ماشي. طيب ايه حكايه اللي هي سيستميك سكليروزس سان سكليروديرما؟ دي معناها ان في عندي organ involvement من غير skin manifestation ودي بتكون رير. طيب في عندي سب تايب من الليميتد تايب بتاع السكليروديرما اسمه كريست. طيب احنا هنقول الاختصار بتاعها معناه ايه وبعدين هنشرح كل واحده.
ال C for calcinosis وبعدين رينالز و esophageal dysfunction و scleroductally و telangiectasia. طب ال calcinosis دي عبارة عن soft tissue deposition of calcium، تمام؟ دي ممكن لو جت على joint او على nerve ممكن تبقى very painful. طب علاجها ايه؟ حاجة من اتنين، يا اما ان انا اخلي ال patient في remission وهي هيحصل لها self resorption مع نفسها، او ان انا اشيلها بالجراحة، تمام؟ طيب الرينوس فينومينا دي عبارة عن ثلاث الوان، بالور وبعدين ساينوزس وبعدين اريسيما. ايه اللي بيحصل في الكولد ويذر؟ بيحصل فازو كونستريكشن، فهيدينا بالور وبعدين هيحصل ستيزس للبلد واكيميليشن للريديوسد هيموجلوبين، فهيدينا ساينوزس، وبعدين هيحصل ريبرفيوجن فهيحصل الاريسيما. طب ايه مشكلة الرينوس ديت؟ ان انا اي فيميل بيشنت في الميدل ايج عندها رينوس لازم ان انا اكسكلود اللوبس والسيستميك سكليروسس. بعملهم اكسكلوجن ازاي؟ بالاوتو انتي بوديز، تمام، بالسيرولوجي، وحاجه اسمها نيل فولد كابيلاري اكزامينيشن. دي لو لقيتها، لو لقيت فيها دايلاتيشن او تورشويستي او رابشر للكابيلاريز، يبقى انا كده شخصت حاجه اسمها بري تيرم سكليرودرما. بعالجها بايه لو شخصتها؟ يعني بعالجها بالفازو دايليتورز عادي اللي انا بديها للرينوس، زائد اميونو سبريسيف دراجز، زائد الانتي فايبروتيك، تمام. طيب اسوفجيال ديسفانكشن دي هنتكلم عليها كمان شويه، وسكليرودكتلي. سكليرودكتلي دي عباره عن سكليرودرما بس ليميتد للديجيتس، مش بتعدي الميتاكاربو او ميتاتارسوفارينجيال جوينتس، تمام. طيب التلانجكتيزيا دي عباره عن التينكولار دايليتيشن اوف سبكوتينيوس بلاد فيسلز. مشكلتها او اللي بيميزها ان هي بتفيد اون بريشر ويز سلو ريفيل. دي بفرقها عنها وان سبايدر انجيوما اللي هي بيحصل فيها رابيد ريفيل، تمام. طيب الكلينيكال بيكتشر بتتقسم لارتيكولار واكسترا ارتيكولار. ارتيكولار او اللي هي الماسكول سكيليتال بتكون مايلد نون ايروسيف بولي ارثرايتس، معنى كده ان مفيش ديفورميتي ومفيش ليميتيشن اوف موفمنت. طيب انا لو في عينه جات لي عندها سيستميك سكليروسس، ازاي ديفورميتي؟ الديفورميتي دي مش جايه من الجوينت انفولفمنت، لا دي جايه يا اما يكون اوفرلاب سيندروم، ماشي، دي حاجه تانية، يا اما يكون بسبب السكين تراكشن الجامد قوي ده عمل لي ديفورميتي، او يكون بسبب بيري ارتيكولار انفولفمنت من تندون او ليجامنتس او كده، تمام. طيب زي ما قلنا حاجه اسمها تندون راب ديت، يا اما بحسها بالبالبيشن يا اما بسمعها بالسماعه. دي بتانديكيت باد بروجنوزس او اكتيف ديزيز يعني، او في عندي اورجان افكشن. طيب نيجي عند الاكسترا ارتيكولار، زيها يعني حاولت امشي بنفس نظام الروماتويد واللوبس وكده، ان انا باخدها بنظره عامه وبعدين همشي سيستم من فوق لتحت. الجنرال مانيفيستاشن ممكن يجي فيها مايلد فيفر. طيب النيورولوجيكال هي السيستميك سكليروسس، مش بتعملي سي اس افكشن، ممكن بس تعملي كاربل تانل سندروم من الفايبروزس الجامد. الاي بلاقي فيها جوجران سندروم. احنا جوجران سندروم دي احنا جينا سيرتها في الروماتويد وفي اللوبس ودلوقتي في السيستميك سكليروسس، تمام. طيب الهارت بلاقي فيه بيريكاردايتس، وده بيكون سيمبتوماتيك في 20%، وبيريكاردير افيوجن ده بيانديكيت بور بروجنوزس. طيب احنا في الاخر خالص هنجمع ايه هي الباد بروجنوزس، هنجمعها يعني. طيب ممكن مايوكاردايتس والانفلاميشن قلنا ان هو بيؤدي لفايبروزس. في عندي كارديوميوباسي، والكارديوميوباسي دوت بيدينا دايستوليك ديسفانكشن اكتر من السيستوليك ديسفانكشن، تمام. الكومبليكيشن بتاعتهم هيحصل هارت فيلير او ديكريز الكاردييك اوتبوت، وديكريز الكاردييك اوتبوت ده ممكن يعمل لي رينال كرايسيس. باي ذا واي رينال كرايسيس دي السكند موست كومن كوز اوف ديث في السيستميك سكليروسس، يبقى الفيرست كان بالمونر هايبرتنشن والسكند رينال كرايسيس. بيحصل اي في نود افكشن، تمام، ده بيعمل لي complete heart block او ventricular arrhythm و coronary heart disease بقى كده. اللنج فيه بيحصل فيها interstitial lung fibrosis، ودي بتعمل لي pulmonary hypertension. يبقى pulmonary hypertension دي اما بتحصل نتيجة limited type فبتكون isolated، يا اما تكون secondary interstitial lung fibrosis، بس في كلتا الحالتين هي the first cause of this، او ممكن يحصل cancer lung. طيب نيجي عند الجي اي سي، هو من فوق لتحت كده. الاسوفجس بيحصل lower esophageal lower dysphagia. هو انا دلوقتي الاسوفجس ده متقسم ل upper و lower to thirds.
وابر وان ثيرد. الابر وان ثيرد دوت ده ماسكولار، لكن اللور ده بيكون الاستيك فايبر. فالسيستميك سكلروزس دي بتضرب اللور، تمام؟ طب لو عينه سيستميك سكلروزس ومعاها ابر ديسفيجيا، يبقى انا معايا اوفرلاب سندروم اللي هي مايوسايتس، ماشي. الجاستروديال سفنكتر بيحصل فيه جرد، الجرد دوت ممكن يعمل معايا ألسر وممكن يعمل كانسر، تمام. بيجي يشتكي بريتروسترنال بين، ده هفرق ما بينه ازاي؟ ما بين الجرد والام اي الميكارديال انفاركشن بريليشن، يعني ايه هي بريسيدنج فاكتورز، سواء كانت الميل ولا الافورت، تمام. لو كانت ميل يبقى جرد، لو كان افورت يبقى ميكارديال انفاركشن. طيب الاستومك بيحصل رابشر اوف سمول فيسلز، فدي هيدينا هيماتمسس هيماتمسس سوري. بيحصل حاجه اسمها الجيف سيندروم او الجيف، ده اللي هي الجاسترو انترال فاسكولار اكتيزيا. الانترال فيسلز بتكون دايليتد وتورشس انترال بلاد فيسلز، ده لو رابشر هيحصل سيفير هيماتمسس هيماتمسس. طيب الابر اندوسكوبي لو عملته هلاقي الستومك عامله شبه البطيخه، فسموها الووتر ميلون ستومك، تمام. طيب في السمول انتستين بيحصل فيما الابزوربشن سندروم، وبيحصل بكتيريال اوفر جروس، فهتعملي فوليت اند فيتامين بي 12 مال ابزوربشن، تمام. الكولون بيحصل فيه كونستيبيشن، ده بيزود لي الانتراليومينال بريشر، فده هيعملي دايفرتيكولوزس. ممكن يحصل فيها انفكشن فهيدينا دايفرتيكولايتس، وده ممكن يعملي كولون كانسر. طيب الكيدني بقى حاجه اسمها سكيرودرما رينال كرايسيس، وزي ما قلنا دي سكند موست كومن كوز اوف ديث. اللي بيحصل فيها هو بيحصل فيها زيادة البلود بريشر، بس مش العبرة بزيادة قد ايه، العبرة ان هي sudden rise، تمام. هيحصل increase systolic blood pressure اكتر من 30 والدايستوليك اكتر من 20، زائد هيحصل renal affection. ده بيترجم في صورة ايه؟ اللي هو serum كريات زاد اكتر من 50% over baseline او اكتر من 120% over the upper limit. بيكون في عندي بروتينيوريا وهيماتوريا، وفي حاجه اسمها مها اللي هي المايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا. دي بشوفها ازاي؟ في عندي هيموليسيس، الهيموليسيس ده بعرفه من اللي هو انكريز الريتيك كاونت والشيستوزايتس. الشيستوزايتس دي اللي هي فراجمنتد ار بي سيز زائد ديكريز البليتلت، تمام. طيب العيان ممكن يجي لي بهادك بقى وبلبسي، وممكن ليفت فنتريكولار فيلير وانكفالوباسي، ماشي. هو موست كومن ان هي بتيجي بهايبرتنشن، او ان هو بيحصل بلود بريشر بيكون عالي جامد، لكن ممكن البلود بريشر يكون اقل من 140 على 90، بس دي للاسف بتبقى معاها وورس بروجنوسس، ماشي. طيب الريسك فاكتور ان هي ممكن يجي يحصل رينال كرايسيس، اللي هو رابيد بروجريسيف سكين مانيفيستاشن، ستيرويد يوز، انتي بوليميريز 3 انتي بودي، وبريكارديال افيوجن. هو الستيرويد يوز دوت، وانا في السكليرودرما دي مش بستخدم ستيرويدز غير بس في سبيسيفيك سيتويشن كده هنقول عليها في الاخر، تمام. طيب حاجه كده بس عايزه اقولها، ان دلوقتي الكلينال كرايسيس كانت زمان كانت هي الفيرست كوز اوف ديث في سيستميك سكليروزس، بس بعد ما لقوا علاجها اللي هو الايس انهيبيتور وكده والانتي هايبرتنسيف دراجز، فبقت البالمونر هايبرتنشن هي دي الفيرست كومن كوز اوف ديث. طيب السبلين بيكون مفهوش افكشن، البون بيكون مايلد او مفهوش، المسل لو في مايوسايتس يبقى ده بسبب الاوفرلاب سندروم. نيجي بقى على السكين، الفيس هي الفيميل بيشنت دي لما هاجي هشوفها كده على وشها على بعضه هلاقي وشها بيلمع ومشدود خالص، ومش هقدر ان انا اقول سنها، هلاقي سنها اصغر، يعني شكلها اصغر من سنها، تمام. هاجي بقى امسكها من فوق لتحت هلاقي الفرونتال كريز دي بتكون ايرد او لوس، النوز بتكون بينشد نوز، في عندي بيرسد ليب او اللي هي بيسموها الفيش ماوس، وفي في الشين بيكون في عندي لونجيتودينال فارس، تمام. بعدين الحاجات اللي هي بتاعت الكريست بيكون في عندي كالسينوزس ورينودز وتلانجكتيزيا وسكليرودكتلي، في ممكن الاقي ديجيتال تيب ألسر وبيتنج سكارز و هايبو او هايبر بيجمنتيشن، واخر حاجه سكين كانسر. ده هنا السكين قد ايه مشدود، وهنا عامل ديفورميتي. الديفورميتي دي مش بسبب الجوينت انفولفمنت او جوينت افكشن، ده بسبب التراكشن بتاع السكين، تمام. وهنا في عندي ريزوربشن اوف الفينجرز او اللي هو الديستال فالانكس،
وممكن لو دورت الاقي البيتنج سكارز. الستيجز اوف سكين انفكشن بيحصل اول حاجه انفلاماتوري، دي بتكون بيحصل فيها ايديما واتشنج، الايديما بتكون سوفت وبيتنج، ودي الستيج الوحيده اللي بتكون ريفرسبل، وهنا بقدر ان انا ادي كورتيكوسترويد يعني على عسى ان انا الحقها. تاني حاجه الانديوريشن، الايديما بتكون هارد ونون بيتنج وخلاص ما فيش اتشنج. واخر حاجه الاتروفيك ستيج، ده بيحصل لوس بقى اوف الهير ولوس اوف السويت جلانز، وبيكون بافي فينجر، بتكون هارد ونون انفلامد ونون بيتنج. تمام. هيماتولوجيكال بيحصل هلاقي عندي انيميا، كل بقى تايبس، نورمو نورمو ان هي ديو تو انيميا في كرونيك انلس، مايكرو هايبو نتيجه الهيماتيمسيس، ميجالو بلاستيك نتيجه البكتيريا الاوفر جروس اللي بتقلل الابزوربشن اوف الفيتامين بي 12 والفوليت، هيموليتيك انيميا بتكون اسوشيتد اوتو اميون هيموليتيك انيميا، والمها اللي هي مايكرو انجيوباسيك هيموليتيك انيميا. البليتلت والواي بلس سيلز بتكونوا نورمال، بس في حالات الرينال كرايسيس بلاقي البليتلت قليله. تمام. الباد بقى بروجنوزز زي ما قلنا جمعناهم، زي ما قلنا في الاول اللي هو لو كان ميل بيشنت ويونج ايج ده باد بروجنوزز، لو كان عنده او عندها اتش ال اي دي ار 52، لو كان عندها بالمونري هايبرتنشن زي ما قلنا ده فيرست كوز اوف ديث، التندون راب او اللي هي البريكارديال انفيوجن. نيجي نشوف الانفستيجيشن، نفس برضو السكيمة اللي تعودنا عليها اللي هي الهيماتولوجيكال والسيرولوجي وبعدين الراديولوجي، واخر حاجة سينوفيا فلويد اناليسيس او سينوفيا ميمبرين بيوبسي لو احتاجناها. طيب الهيماتولوجي السي بي سي الانيميا باي طيب منها، وقلنا بليتلت والواي بلس سيلز بيكونوا نورمال، بس لو كانت في الرينال كرايسيس هلاقي البليتلت قليلة، والاكيوت فيز رياكتنت بيزيدوا في الاكتيفيتي. ماشي. السيرولوجي انا عندي اول ثلاثة بس هما السبيسيفيك بتوع السكليروديرما، اللي هو الانتي سنتروميل قلنا في الليميتد تايب، انتي سكليروديرما 70 او اللي هو اسمه انتي تو بايزوميريز 2 ده في الديفيوز تايب، وانتي بوليميريز 3 ده اللي هو قلنا ات ريسك ان هو يجيله رينال كرايسيس. تمام. زائد ان انا لقيت اي اوتو انتي بودي سبيسيفيك لحاجة تانية. تمام. فده بيدينا اوفرلاب سندروم، يعني مثلا لو لقيت انتي دبل ستراندد دي ان اي يبقى ده اوفرلاب للسيستميك لوبس، لو لقيت انتي اللي هو روماتويد فاكتور بوزيتيف يبقى ده اوفرلاب للروماتويد كده يعني. تمام. طيب الراديولوجي، لو انا عملت راديولوجي على الهاند هلاقي او اكس راي على الهاند هلاقي ريزوبشن اوف ديستال فارينكس، في اللنج هلاقي انترستيشال لنج فايبروسس. ماشي. سينوفيا فلويد اناليسيس لو احتاجته زي ما قلنا بحتاجه بس في المونو ارثرايتس او سيبتيك ارثرايتس، بلاقي مايلد انفلاميشن، والنيل فولد كابيلاري مايكروسكوبيز اللي هو قلنا عليه، بلاقي الكابيلاريز بتكون دايليتد وتورشوس او رابشرد. تمام. ده الاكس راي بلاقي ريزوبشن اوف ديستال فاكس. ماشي. الدياجنوستيك كرايتيريا هي عباره عن سكور سيستم، انا محتاجه 9 او اكتر. ماشي. هنا لو في حصل سكليرو ديرما او اللي هو سكين سيكنينج يعني وسكين افكشن بروكسيمال للميتاكاربو او ميتاتارسو فارينجال جوينتس، ده 9 وده كافيين ان هو يعمل لي دايجنوزس سكليرودرما. في بعد كده بقى اللي هي الحاجات التانية دي كلها احنا قلنا عليها بنديها سكور ونجمعهم على بعض. طيب نيجي بقى للتريتمنت، انا بعالجها بامينو سبريسيف دراجز زي سايكلوفوسفامايد، الكورتيكوستيرويدز، السايكلوسبورين. تمام. انتي فايبروتيك دراجز زي الديبنسلامين، الانترفيرون، الاكسين، حاجات كده. عايزه بس اقول ان الكورتيكوستيرويدز دوت انا بستخدمه زي ما قلنا في حاجات معينه بس، زي ايه؟ في الايرلي سكين مانيفيستاشن اللي هي ريفرسبل انفلاماتوري ستيج، في البروكسيمال مايوسايتس، في الانترستيشال لانج فايبروزس اون سي تي يعني في الايرلي ستيج عشان الحقها قبل ما تعمل بالمونري هايبرتنشن، في السيروزايتس، في الريفراكتوري اسايتس ارثرايتس. تمام. وفي التينوساينوفايتس. ماشي. السايكلوسبورين ده انا ما بقتش استخدمه دلوقتي عشان بيعمل لي هايبرتنشن ورينال فيلير وبيرمننت بريفرنت نيوروباثي. ماشي. هو الريلاكسين بطلوا يستخدموه عشان قالوا ان وانس ان بيشنت بتوقفه بيحصل رينال افكشن. طيب هو اي حاجه بقى تانية من يعني ده كده في العموم، لو مثلا عندي ارثرايتس فانا بعالجها زي الارثرايتس، مثلا الاسيتامينوفين الباراسيتامول يعني وانسيد،
او كورتيكوستيرويدز دوز خفيفه او ميزوتريكسيت بقى وازاثيبرين وكده. لو عندي مثلا مايوسايتس بعالجها برضو ميزوتريكسيت او والكورتيكوستيرويدز والازاثيبرين. لو عندي الرينالز زي ما قلنا بالفازوديليتورز كده. الرينال كرايسيس زي ما قلنا بعالجها بالاس انهيبيتور والانتي انتي هايبرتنسيفز ودياليسيس او رينال ترانسبلانتيشن. البالمونر هايبرتنشن بعالجها بالفازوديليتورز تمام. الانترستيشن لانج فايبروزز بديلها اميونو سبريسيف دراجز او اللي هي الايماتينيب. ايماتينيب ده لسه دراج لسه جديد او اعمل لانج ترانسبلانتيشن. بس انا كده خلاص خلصت المحاضره وشكرا جدا.